بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أبنائي تلاميذ الصف الأول، في هذا الدرس سنتناول مادة الرياضيات، مادة الرياضيات كما تعلمنا سابقا هي رياضة العقل، وتنشط الذهن، وتقوي الدماغ، موضوعنا لهذا اليوم جمع عددين من منزلتين، بداية. ما معنى عدد ذو منزلتين؟ عدد ذو منزلتين عدد مكون من منزلتين أي منزلة الآحاد ومنزلة العشرات، لدينا العدد خمس وستون يتألف من منزلتين، العدد خمسة في منزلة الآحاد أي خمس واحدات، العدد ستة في منزلة العشرات أي ست عشرات. هيا بنا أحباء التلاميذ لنبدأ بالدرس لدينا هذه المسألة وأحق صديقنا غيث أن نساعده في حلها تحتوي مكتبة المدرسة ستة عشر قصة خيالية وثلاث وعشرون كتابا علمية ما مجموع القصص والكتب معا هيا بنا لنساعدهم أولا ما عدد القصص الخيالية في مكتبة المدرسة أحسنتم، ستة عشر قصة، ثانيًا ما عدد الكتب العلمية في مكتبة المدرسة؟ جيد ثلاث وعشرون كتابة، ثالثًا ما العملية الحسابية اللازم إجراؤها لمعرفة مجموع الكتب والقصص معا؟ أحسنتم عملية الجمع، علينا أن نجمع ستة عشر زائد ثلاث وعشرون. تعالوا لنرى كيف يمكننا أن نجمع هذين العددين، أولا نمثل كل من العددين بالمكعبات، كم قصة خيالية؟ ستة عشر، نضع ست مكعبات في منزلة الواحدات، وبقي عشرة، أين نضعها؟ أحسنتم، في منزلة العشرات، ما عدد الكتب الموجودة أيضا؟ ثلاث وعشرون، ثلاث مكعبات نضعها في منزلة الواحدات، واثنان في منزلة العشرات، أحسنتم، كيف سنجمع؟ نجمع الواحدات مع الواحدات، أي ست مكعبات، وثلاث مكعبات، يصبح العدد تسعة، ثم نجمع العشرات مع العشرات، أي عشرة واحدة، وعشرتان، كم عشرة؟ أصبع. ثلاث عشرات أحسنتم بعد تمثيل الأعداد بالمكعبات نبدأ بكتابة العددين ستة عشر وثلاث وعشرون الخطوة الثانية نجمع الآحاد مع الآحاد أي ستة زائد ثلاث يساوي تسعة جيد الخطوة الثالثة نجمع العشرات مع العشرات أي عشرة واحدة زائد عشرتان، كم يساوي العدد؟ أحسنتم، يساوي ثلاث عشرات، إذا المجموع كم؟ تسعٌ وثلاثون، أحسنتم، ماذا نسمي هذا الجمع؟ الجمع العمودي، حسنًا، كيف يمكننا أن نجمع أفقيًا هذه العملية؟ لنرى أولًا، نمثل الأعداد أيضًا بالمكعبات. نجمع الواحدات مع الواحدات، أي ست مكعبات زائد ثلاث مكعبات يساوي تسعة، ثانيًا نجمع العشرات أي عشرة واحدة وعشرتان، يصبح العدد ثلاث عشرات، وبالتالي نكتب العملية على شكل أرقام بالنحو التالي ستة عشر زائد ثلاث وعشرون. يساوي تسعة وثلاثون أحسنتم يا صغار الرائعين إذا نقول لصديقنا غيث بأن مجموع القصص والكتب معا تسعة وثلاثون الآن براعم الحلوين ننتقل إلى أتحقق احسب ناتج الجمع كما في المثال الأول لننظر للمثال ثلاث واحدات وخمس عشرات العدد ثلاث وخمسون زائد خمس واحدات وثلاث عشرات، العدد خمس- خمس وثلاثون، إذا ثلاث زائد خمسة يساوي ثمانية، وخمسة زائد ثلاث يساوي ثمانية، أي ثمان وثمانون، أحسنتم، واحد واحدات وعشرتان، أي واحد وعشرون. ثلاث واحدات وواحد عشرة أي ثلاثة عشر إذا واحد وعشرون زائد ثلاثة عشر يساوي أربع وثلاثون ننتقل صغاري للتقويم النهائي احسب ناتج ما يلي التمرين الأول ستة وعشرون زائد اثنان وأربعون كم يساوي؟ أولا نجمع الآحاد مع الآحاد، أي ستة مع الاثنان، يصبح الناتج ثمانية، ننتقل إلى العشرات، ونجمع الاثنان مع الأربعة، يصبح الناتج ستة، أي ثمانية وستون، التدريب الثاني سبعة وعشرون زائد اثنا عشر، نبدأ بالآحاد ونجمع. سبعة زائد اثنان يساوي تسعة ننتقل إلى العشرات اثنان زائد واحد يساوي ثلاث المجموع تسع وثلاثون ماذا نسمي هذا الجمع؟ الجمع العمودي أحسنت التدريب الثالث ستون وأربعون زائد ثلاثة وعشرون يساوي ستة زائد ثلاث يساوي تسعة وأربعة زائد اثنان يساوي ستة تسع وستون جيد التدريب الرابع خمس وستون زائد اثنى عشر خمسة زائد اثنان يساوي سبعة وستة زائد واحد يساوي سبعة سبع وسبعون أحسنتم ماذا نسمي هذا الجمع؟ الجمع الأفقي، ممتاز! السؤال الأخير، ما خطوات جمع 56 وخمسون زائد اثنان وثلاثون؟ هيا من منكم يذكر هذه الخطوات؟ أنا معلمتي، أنا سأذكر هذه الخطوات، نجمع أولاً. ستة آحاد مع اثنان آحاد ثم نجمع خمس عشرات مع ثلاث عشرات فيصبح الناتج ثمان وثمانون أحسنت وفقك الله <applause> براعمي ننتقل للواجب المنزلي السؤال الأول صغير الرائع لدينا عملية جمع المكعبات التالية عبر عنها بالأعداد السؤال الثاني أحبائي الصغار صل كل عبارة جمع وناتجها إلى هنا وينتهي الدرس إلى اللقاء يا صغاري في درس جديد أتمنى لكم التوفيق والفائدة دمتم زخرا للوطن